لو فاكرين في الريفيو بتاع رايزن 5 1400 و 1500 اكس اتكلمت ان احنا معانا بوردتين بنعمل عليهم ريفيو. اول بورده اللي هي الازروك اكس في 70 بروفيشنال جيمنج، ودي استخدمناها في الجهاز الشخصي بتاعي. لو ما شفتش الفيديو هتلاقيه تحت في الديسكربشن. والبورده الثانيه هي الازروك بي 350 اي تي اكس او جيمنج اي تي اكس. البورده دي بتيجي من بوردتين بس من ازروك بتقدمهم بحجم اي تي اكس منصه اي ام 4. اول ما منصه رايزن نزلت كان في بعض الاختلاف، من بعض الناس بتقول احنا ما بنشوفش بوردات اي تي اكس والكلام ده، لكن اخيرا بعد شويه انتظار بدانا نشوف بوردات الاي تي اكس. فازروك بتقدم بوردتين وهما الاكس 370 جيمنج اي تي اكس والبي 350 جيمنج اي تي اكس. في فيديو النهارده هنجرب البي 350 جيمنج اي تي اكس. هي طبعا دي اللي ازروك وفرتها، بس انا شايف كمان انها احسن من الاكس 370 في بعض الحاجات، لان الفرق الاساسي او اهم فرق ما بين شريحه البي 350 وشريحه الاكس 370 هو حاجه واحده اساسيه جدا، وهو دعم الاس ال اي. وكده كده حجم الاي تي اكس مش بيدعم الا مكان توسعه للكارت واحد بس، فبالتالي ايه الاستفاده اللي انت هتاخدها من حجم الاكس 370 ما دام تقريبا مفيش اي فرق ما بينها وما بين البي 350؟ فالريفيو النهارده هركز على البي 350 اي تي اكس زي ما قلت. ايه بعض المميزات وبعض العيوب في البورده دي، وليه المفروض اساسا انك تشتري حجم زي ده؟ اول حاجه هتكلم بدايه كده على دوائر الطاقه. فالبورده دي جايه ب 8 فيز بتشوكس كويسه جدا وبموسفيت فريد شويه من نوعه. الموسفيت اللي الشركه استخدمته جايباه من تكساس انسترومنتس، فالموسفيت اسمه دوال ان تشانل موسفيت. ده بيتميز بحاجه بسيطه جدا وهي درجات الحراره الاقل والحجم بتاعه على البورده اقل، وده طبعا حاجه ضروريه في بورده زي دي لانك انت بتحتاج تحشر زي ما تقول امكانيات كتير جدا في حجم صغير جدا. بالنسبه بقى للكاباسيتورز، فهم مستخدمين الكاباسيتورز من شركه يابانيه كده مش عارف انطق اسمها. الشركه دي متخصصه في صناعه الكاباسيتورز بالذات والمكثفات، فبالتالي انت ضامن المكثفات بتاعتك هتعيش عمر طويل، عكس بعض الشركات التانيه اللي بتقدم لها مكثفات صيني ملهاش ماركه. بس عامه هي دايره طاقه كويسه بالنسبه لمعالجات رايزن. بالنسبه لكسر السرعه، فانا وصلت 3.9 جيجا هرتز على 1600 وال 1500 اكس، وده نفس الاوفر كلوك اللي انا وصلت له مع بورده اكس سي 70 بروفيشنال جيمنج اللي اداري طاقه 16 فيز بدل 8 فيز اللي هي الضعف. فمن ناحيه كسر السرعه احنا مش شايفين اي تضحيات خالص من الناحيه دي عشان الحجم مثلا يبقى اقل وكده. شايف ثبات جدا، استخدمت البورد دي لفتره طويله قبل ما استخدم البورده اللي هي الاكس سي 70 في جهازي الشخصي، وكان في ثبات جدا على الاوفر كلوك، وانا حتى عملت نص التستنج بتاع ريفيو على البورده دي ونص التستنج على البورده الثانيه. بالنسبه بقى لدعم الرامات، فالبورده بتيجي بمكانين رام بس طبعا عشان حجم الاي تي اكس زي ما قلت. بتدعم سرعات بعد اخر تحديث بايوس، فانت اول ما تجيبها لازم هتعمل تحديث بايوس ل 3466 ميجا هرتز، ممكن اكتر شويه كمان. اللي انا وصلت له على الرامات الكورسير ال بي اكس 3000 كان 2800، ما كانتش راضيه تعلى عن كده. اشك ان الموضوع من الرامات، لان زي ما احنا عارفين اي ام دي رايزن في مشاكل كومباتيبلتي مع بعض ماركات الرامات. فلو توفر في ايدي رامات تانية جي سكيل او حاجه، ممكن نعمل موضوع مخصص عن موضوع دعم الرامات وايه الرامات اللي كويسه مع رايزن اكتر وكده. لكن معايا كان 2800 ميجا هرتز ووقفت. بس مش عاوز اظلم قوي البورده، لان الموضوع ده حصل معايا برده على الاكس سي 70 بروفيشنال جيمنج. بس في نفس الوقت ممكن مثلا تحديث بايوس جديد يا ازروك يفيد الموضوع ده، ان احنا نظبط بعض الرامات تانية اللي لسه ما دخلتش على الكومباتيبلتي ليست بتاعت البورده، لان انا دافع مبلغ 3000 جنيه في الرامات ال 16 جيجا بايت عشان تبقى 3000 ميجا هرتز، مش عارف حتى شغال على سرعتها او عامل اوفر كلوك الاعلى من كده يعني. لكن لو انت استخدمت البورده دي على اي بي يو من بتوع اي ام دي رايزن اللي هينزلوا المفروض اخر السنه يعني، اخرك هيبقى 2400. بس ده مش بسبب البورده، ده بسبب المعالج نفسه هو بيطلب 2400 بس. مخارج البورده بسيطه بس فيها كام حاجه مميزه، وهي اليو اس بي سي، يو اس بي 3.1، ومخرج اتش دي ام اي. مخرج اتش دي ام اي فيه مخارج صوره ثانيه كمان غير المخارج الاساسيه. ده موجود بس مش هيشتغل على بروسيسورات اي ام دي رايزن، هيشتغل على البروسيسورات اللي هتنزل قريب ان شاء الله اللي هي الاي بي يو او البروسيسورات اللي فيها كارت مدمج من اي ام دي. طبعا البروسيسورات دي هتبقى ارخص شويه واللازم منه، بس هتشتغل على البورده دي وهتشتغل على مخارج الصوره دي بدون اي مشاكل. البورده بتدعم لحد سراوند ساوند 7.1، ده شيء جميل. ريالتك اي ال سي 1120، شريحة صوت كويسة مفيش كلام في الموضوع ده، مش هيفرق معاك قوي مادام انت ما بتستخدمش سماعة عالية. بس هو كارت الصوت زي ما قلت هو كويس مش مميز قوي يعني. وبعد كده في برنامج كريتيف سراوند، البرنامج ده قعد ساعة واحدة بس على الجهاز وشلته. هو في أكتر من مود للصوت ولازم منه، بس زي الزفت زي الزفت زي الزفت. السراوند بالنسبة له انه يعمل ايكو على الصوت ويعلي اللو فريكوينسي قوي بالنسبة انها تخبط في ودانك جامد، فحتى البيس بيبقى وحش جدا اثناء اللعب. جربت مود السراوند ده اثناء اللعب ما فادنيش بأي حاجة اثناء اللعب، بالعكس انا اتلخبطت اكتر في خطوات الصوت او اماكنها والكلام ده. وصوت ضرب الرصاص كان صوته رخم بيوجع الودن شوية، لان اللو فريكوينسي بيعلوها جامد مع صدى الصوت، فما كانتش قوي تجربة ظريفة. هي ما اثرتش على الميد فريكوينسي بتاعت الصوت، بس ما زالت كانت عامة تجربة مستفزة، وبالذات كمان بقى لو حبيت تسمع موسيقى بيها وانت مش واخد بالك وكده هتحس ان الصوت فيه حاجة غلط. فانا شلت البرنامج ده بعد ساعة بالظبط من الاستخدام. البوردة فيها كارت لام من انتل،
ما فيش عنه اي معلومات، ما فيش يعني حاجه مميزه قوي، لكن كارت الانتل فالمعالجه بتاعته طبعا هتبقى كويسه شويه. وبعد كده كارت لاسلكي، الكارت اللاسلكي طبعا بيدعم البلوتوث وبيدعم واي فاي والكلام ده، اللي على تردد 2.4 جيجا هرتز وعلى تردد 5 جيجا هرتز. النت كان كويس، استخدمته من غير انتنا وبانتنا، والنت كان كويس جدا. لكن عامه هو الوايرلس بتاعه كان كويس، الرينج بتاعه كان كويس، كان بيلقط بسرعات كويسه، ما كانش فيه منه اي مشاكل من رايي. بعد كده دعم الار جي بي، الار جي بي في البورده دي فيه 2 هيدر في البورده من تحت عشان توصل فيهم ال اي دي ستريبس عاديه وتتحكم بيهم من خلال برنامج ازروك. كمان في هيدر تاني موجود عند المروحه بتاعه السي بي يو عشان لو معاك بروسيسور رايزن 7 فبالتالي بيجي معاه مروحه ار جي بي. عندنا هيدر يو اس بي 3، 3 هيدر للمراوح، واحده للسي بي يو فان واثنين للشاسيه، ويو اس بي 2 بقى وشويه حاجات كده. عندنا 6 مخارج ساتا 3 اللي هي بسرعه 6 جيجا بت بير سكند، بيدعم ريد 0 وريد 1 وريد 10. وكان عندنا مكان في ظهر البورده لاس اس دي ان دوت 2 اذا كان نوع ساتا او نوع بي سي اي اكسبرس. الباندويث بتاعه 32 جيجا بت بير سكند، جيجا بت مش جيجا بايت، فانا عاوز اوضح نقطه صغيره في الحته دي. مش معنى كده ان الاس اس دي بتاعك هيقرا على سرعه 32 جيجا بايت خالص. يعني بص من الاخر اعتبر ان عندك طريق حارتين او طريق اربع حارات، ايه الطريق الاحسن واللي هيبقى زحمته اقل وتقدر تسرع عليه احسن؟ اكيد الطريق الاربع حارات. هي دي نفس الفكره، الباندويث كويس فمش هيعمل بوتل نيك لاي اس اس دي انت هتجيبه، لكن الاس اس دي مش هيقرا على سرعه 32 خالص ولا الكلام ده. بتبدا تقرب من البوردات اللي هي الاعلى شويه من البي 350، ولكن البورده دي بتقدم مميزات كويسه جدا للسعر من رايي. اول حاجه انك مش بتلاقي بوردات كتير اي تي اكس زي ما قلت كويسه، وممكن نقول بس مقارنه بالسعر لو كانوا كمان حطوا ار جي بي ال ديز على البورده نفسها مثلا من الجناب كده زي هنا كان يبقى حاجه كويسه. فمجمل زي ما قلت هي البورده كمجمل البورده كويسه، بيجي معاها شويه اكسسوارات الاساسيات بس، يعني ما بيجيش معاها حاجه زياده. البورده كمجمل بتدي تجربه كويسه، بتيجي مميزات كويسه للحجم والسعر، فانا شايفها بورده ممتازه جدا، ومن رايي هي من البورده المنافسه جدا على الحجم بتاع الاي تي اكس. بالنسبه بقى ايه اللي انا ممكن اعمله ببورده بالحجم ده، لان الموضوع غريب شويه. هو انا فكرت في كام حاجه. طبعا في ناس بتحب مثلا تعمل بلدات في اجهزه صغيره جدا عشان تتنقل بيها، زي الكورسير 380 تي الكيسه او الفانتكس ايفولف اي تي اكس، لكن ده عادي، ده بيتعمل كل يوم. اللي جه في دماغي بقى ونوع ما مميز انك ممكن تعمل كمبيوتر صغير في درج المكتب عندك. المشروع ده كنت بفكر اعمله من فتره، بس انا بستخدم درج المكتب عندي ومش عاوز اخرم فيها، فمش هعملها دلوقتي على الاقل. بس لو الموضوع عجبكم كفكره ممكن تقولي تحت في الكومنتات، او لو حد عاوز ينفذ فكره زي دي يقول لي تحت في الكومنتات ويقول لي ايه التخيل للفكره دي في دماغه. لكن الحجم ده ليه افكار كتير، لكن هي فكره انه للاسف مش متوفر في مصر. ازروك عامه بوردتها مش متوفره في مصر، فلو انت هتحتاج تشتري بورده من ازروك هتضطر تشتريها من امازون، فبرضه هسيب لكم لينك تحت في الديسكربشن. لكن انا رايي هي بورده ممتازه جدا. فقولي رايكم تحت في البورده، قولي تحت في الكومنتات هل شايفين ايه اللي ممكن يتعمل بحجم زي الاي تي اكس ده، وعامه ايه رايكم في الفيديو. ولو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب، لان ان شاء الله في جيف اوي حلو جدا عند 10000 مشترك، فعاوزين نسرع موضوع الجيف اوي شويه، فشدوا حيلكم كده معانا واعملوا شير عشان الناس اكتر تعمل سبسكرايب والكلام ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كرو.